والذرة الواحدة اللي هي صغيرة بهذا الشكل الإعجازي هي عبارة عن نظام كوكبي هائل الفراغ، وهذه الأجزاء الصغيرة جواها عوالم وفضاءات هائلة من الجسيمات دون الذرية. منظمة سيرن، المنظمة الأوروبية للطاقة الذرية، بتدرس هذه الجسيمات دون الذرية عن طريق التصادم بين الجزيئات. لو كان وزن هيكس بوزون أكتر شوية أو أقل شوية هتتغير كثافة الهيكس فيلد، وسيستحيل أن تجتمع أجزاء الذرة معا أو يبقى في مادة من الأساس، كأن الكون متزن على حد سكين. لأنه ببساطة القوة المسيطرة على العالم دي كلها بتاعت مين وجات منين، والنظام ده كله بتاع مين، ومين اللي عمله، ومين اللي سيطر بيه على العالم بالطريقة الإعجازية تماما دي. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة. تخيلوا معايا، مجرد خيال يعني، لو اكتشفنا في يوم من الأيام اكتشاف علمي إن في طاقة واحدة منتشرة في الكون كله واسمها فليكن إكس، والطاقة دي أو الحاجة دي ماسكة الكون بالكامل ومسيطرة عليه سيطرة تامة، وإن الحاجة دي لو اتغيرت قيمتها أو خصائصها لن تكون هناك حياة، بل لن يكون هناك كون من الأساس ولا مادة. الاكتشاف ده لو اكتشفناه كده يبقى معناه ايه؟ ألا يدل على الوحدانية؟ مش يبقى دليل دامغ وظاهر وقاطع على الخالق الأوحد جل وعلا؟ مش ينهي الإلحاد في العالم كله؟ ما انت خلاص كأنك شفت إيد ربنا وهي ماسكة الكون. تخيلوا طاقة واحدة مهيمنة على الكون هيمنة كاملة ومسيطرة عليه سيطرة تامة، مش تبقى هي دي القوة الإلهية؟ أنا هقول لكم النهاردة على سر خطير، الكلام ده حصل فعلا واكتشف نظريا في أوائل الستينات، واكتشف قطعيا وبالتجربة وتم إثباته في 2012. والاكتشاف ده حقيقي وموجود، ومن كتر ما هو اكتشاف إلهي وفيه الحاجات اللي أنا قلتلك عليها دي سموه The God Particle. القصة ايه بقى؟ احنا عارفين ان كل المادة اللي في الكون بحالتها التلاتة، الصلبة والسائلة والغازية، هي عبارة عن ذرات. كل شيء في الكون ذرات، وعارفين ان الذرة صغيرة قوي، الملي الواحد تقدر ترص فيه 10 مليون ذرة، والذرة الواحدة اللي هي صغيرة بهذا الشكل الإعجازي هي عبارة عن نظام كوكبي هائل الفراغ، والكواكب بتاعته هي البروتونات والنيوترونات اللي في النواة والإلكترونات اللي بتلف حواليها. وهذه الأجزاء الصغيرة جواها عوالم وفضاءات هائلة من الجسيمات دون الذرية، بمعنى أننا فعلا لو تخيلنا الذرة بحجم المجموعة الشمسية كده، الجسيمات دي بمكوناتها هتبقى قد الشجر كده مثلا، يعني بنتكلم عن الذرة اللي جوه الذرة، حاجة كده متطرفة الصغر. منظمة سيرن، المنظمة الأوروبية للطاقة الذرية، بتدرس هذه الجسيمات دون الذرية عن طريق التصادم بين الجزيئات اللي بتعمله في معمل الـ LHC. المعمل ده أقوى تجربة علمية صنعها الإنسان، المعمل ده مفخرة العلم. معمل بيمتد 27 كيلو تحت سطح الأرض، من المسرعات والمبردات والأجهزة المعقدة جدا عشان يطلق البروتونات بسرعة رهيبة جدا تقترب من سرعة الضوء، وتكرر نفس العملية في الاتجاه المعاكس عشان تحقق تصادم معين بين البروتونات يؤدي إلى تفككها واكتشاف دواخلها وظهور الجسيمات دون الذرية. تاريخ 4 يوليو سنة 2012، وده بالمناسبة تاريخ حديث جدا بالنسبة للعلم، اكتشفوا مادة غريبة جدا جدا، جسيم دون ذري جديد، وهو الهيكس بوزون، مليان معجزات وغرائب. أول حاجة، الهيكس بوزون منتشر في كل حتة في الكون، في الفضاء وفي الهواء اللي حوالينا وجوه أجسامنا وفي أبعد المجرات. مفيش مايكروميلي في الكون إلا والمادة دي تملأه بالكامل، موجودة في كل مكان فعلا، حتى موجودة قدامك دلوقتي، ومع ذلك لا يمكن تحس بيها ولا تدركها لأنها جسيم دون ذري، حاجة صغيرة جدا جدا بالنسبة للذرة حتى. تاني حاجة، الجسيمات دي وزنها الذري تقيل جدا، 126 GeV، أي ما يعادل وزن جزيء من الجزيئات المكونة للدي إن إيه، مع إنها مجرد جسيم ولا حاجة بالنسبة للمجموعة الشمسية بتاعتها اللي هي الذرة.
فتخيل تقلها بالنسبة لحجمها. نمرة 3، الظهور الإعجازي مع الانفجار الكبير وبداية الكون في جزء من مليون جزء من الثانية الأولى لخلق الكون، ظهرت هذه المادة وانتشرت فجأة في الكون كله كده بدون زمن. نمرة 4، الغريب والعجيب إن الجسيمات دي هي المسؤولة عن إعطاء العناصر والذرات والجسيمات والمادة اللي في الكون كله كتلتها ووزنها وخصائصها، يعني هي اللي بتحدد وزن كل جسيم ذري أيا كان نوعه، وبالتالي سلوكه الفيزيائي وتفاعله مع الجسيمات الأخرى وحركته وآليات عمله. أكن الهيكس بوزون ده عبارة عن سائل لازق يغمر الكون كله، والأجسام الذرية الموجودة في الكون بتكتسب كتلتها من درجة مقاومتها لهذا السائل الوهمي اللي بيسموه ذا هيجز فيلد. يعني مثلا عشان البروتون يبقى بروتون، عشان يجتمع مع النيوترون، ما هو عبارة عن عدة جسيمات ذرية. عشان الإلكترون يقدر يلف 7 مليون مليار لفة في الثانية حوالين النواة، عشان يبقى فيه ذرة متجمعة ومتواسكة وتعمل كوحدة واحدة، كل ده متوقف على الهيكس بوزون والهيكس فيلد وتحديدهم لأوزان الجسيمات الذرية. طبعا الموضوع شيق جدا جدا، لازم تدور فيه بنفسك على النت وتشوف المصادر تحت في اللينكات، هتحس ان انت اكتشفت شيء رائع. نمرة 5، الاغرب والاعجب في وزن هيكس بوزون ان رقم 126 جي اي في ده رقم حرج جدا جدا جدا. لو كان وزن هيكس بوزون اكتر شوية او اقل شوية هتتغير كثافة الهيكس فيلد، وسيستحيل أن تجتمع أجزاء الذرة معا أو يبقى فيه مادة من الأساس. كأن الكون متزن على حد سكين، والعلماء بيقولوا أنه فعلا ليه قيم تانية ممكن تحصل، وده مثبت رياضيا، وساعتها لن تتكون الذرة ولن تكون هناك أي بنية ذرية ولن تنشأ أي مادة في الكون. يبقى فيه قوة واحدة مسيطرة على الكون كله ولا لأ؟ مش كده في حاجة واحدة أو طاقة واحدة مهيمنة على كل شيء في الكون، ولو اتغيرت مش هتتكون ذرة واحدة مش هتتكون مادة من غيرها، لا شيء، لا مادة ولا حياة ولا كواكب ولا نجوم ولا عالم. البشرية فعلا كده اكتشفت ايد ربنا وهي ماسكة الكون، عشان كده سموه The God Particle. يعني المادة دي ظهرت من العالم من العدم فجأة وانتشرت في الكون كله فجأة، وسيطرت على المادة اللي في الكون كله بطريقة تسمح بنشوء المادة وتسمح بنشوء الحياة. يبقى دي طاقة مهيمنة ولا لأ؟ وهل يمكن وجود طاقة مهيمنة بهذا الشكل الإعجازي في الكون من غير المهيمن عز وجل؟ بدون إله هو اللي خلقها وهيمن بيها على الكون كله؟ اللي هيقول إن كل هذا النظام مش وراه قوة خالقة وقادرة وعاقلة، مش وراه تدبير خالق، يبقى إنسان مجنون. اللي عينه لن ترى يد الله الخالق الأوحد في هذا الخلق والتصميم والهيمنة والعظمة والهندسة، يبقى إنسان أعمى. الموضوع ده المفروض ينهي الإلحاد في العالم كله، لأنه ببساطة القوة المسيطرة على العالم دي كلها بتاعت مين وجات منين، والنظام ده كله بتاع مين، ومين اللي عمله، ومين اللي سيطر بيه على العالم بالطريقة الإعجازية تماما دي. والمفروض ينهي التسليس كمان والوثنية وأي تأليه لأي شيء موجود على كوكب الأرض، لأنه ببساطة أي بشر أو صنم أو أي شيء على الأرض حجمه في حجم الكون إيه؟ حجمه بالنسبة لحاجة زي الهيكس بوزون كده منتشرة في كل حتة في الكون. أي إله أرضي زمانه في زمن الكون صفر، ومكانه في حجم الكون صفر، والكون كله على عظمته وكبره وسعته شبه اللانهائية، جنب اللانهائية الحقيقية، جنب الكمال اللانهائي الإلهي، صفر. الفرضية المنطقية الوحيدة اللي تقدر تصمد أمام العلم وأمام الحقائق الحديثة هي فرضية الإله الواحد، الخالق العظيم الأعلى الذي ليس كمثله شيء. والمعجزة والعجيب إن إحنا المسلمين إحنا اللي عندنا نظرية التوحيد، بل إحنا الوحيدين اللي عندنا نظرية التوحيد. احنا الوحيدين اللي فلسفة الدين والحياة بكل شيء هي هذه النظرية. الاله اله واحد، لا اله الا الله، مفيش حد جنبه ومفيش حد زيه، ملوش مثيل ولا شريك ولا ند ولا ولد، وله الاسماء الحسنى كلها سبحانه وتعالى. هو الوحيد الذي له الكمالات كلها سبحانه وتعالى.
خلق الحياة والكون والزمان والمكان لوحده ومنفصل عنه. الفلسفة دي مش هتلاقيها في أي حتة تانية في العالم، إن يبقى فيه قوة واحدة خارقة عن الكون، خارقة عن الزمان، خارقة عن المكان، قوة قادرة وعاقلة صنعت كل شيء، والسيستم اللي في الكون والإحكام اللي في الكون وصنع اللي في الكون والتوازن اللي في الكون دليل دامغ على هذه القوة. معلش، أي دين تاني هتلاقي لازم فيه إله أرضي، إله صنم، إله بشر، إله شجر، لكن فكرة التوحيد المجردة تماما من بين 1000 دين في العالم مش هتلاقيها إلا في دين واحد بس. أنا أصدق العلم، والعلم النهاردة هو اللي بيقول لنا كده. العلم النهاردة هو اللي بيثبت الفلسفة دي والفكرة دي بما لا يدع مجالا للشك. وإن أمثلة ده الهيكس بوزن والانفجار الكبير ونظرية الكون المعد بعناية ونظرية الأوتار وسعة الكون وعظمة الكون وتباعد المجرات والنجوم ومعجزات التصميم والتنفيذ في الكائنات الحية والفن اللي مرسوم على أجسام الكائنات الحية، كل النظريات والحقائق دي هنتكلم عنها وهنحللها في حلقات دقيقة كتير إن شاء الله. وبالتالي وفق المعطيات الحديثة ووفق أحدث علومنا، هذا الدين هو الدين الوحيد الذي يمتلك الإجابات، ومعجزته الساحقة والنهائية هي معجزة العلم. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. في النهاية الرسالة اللي نحب نوصلها النهاردة إنك تحس بإيد ربنا في الكون، لأنه فعلا إحساس رائع جدا، إحساس ممكن يخليك أسعد إنسان في العالم. مش بس هتبقى أسعد إنسان في العالم، لو أنت فعلا حسيت بالطاقة الإلهية في الكون هتبقى أقوى وأكمل وأجمل إنسان، هتبقى من الناس اللي عرفت وحست، الناس اللي بيسموهم العارفين. تخيل إنك تبص حواليك في الحياة وشايف الطاقة الخلاقة اللي بتعمل في الكون وكأنك شايفها بعينك ومحدش شايفها غيرك. لما تحس ان انت شايف ايد ربنا المهيمن سبحان الله وحاسس يا الله، ايه الاحساس ده؟ او الاحساس ده اسمه الايمان. اشكركم ونشوفكم الحلقة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.